تعالوا دلوقتي نقرأ البروسيس بي ايه الجزء بتاعها. تعال بروسيس بي يعني المفرمة. خلاص تعال بقى نخش نشوف الفرم وضعه ايه. Beginning working process in the finishing department was 75% complete as two convergent. ثواني. يعني احنا فتحنا لقينا بقر على المفرمة مفروم من كل بقرة كم في المية؟ 75. عارف ده معنى ايه؟ اكيد البقر ده طالما هو السي سي بتاعه مفروم بنسبة 75 من السنة اللي فاتت يبقى اكيد واخد ام زيرو. بص انت هتتلخبط دلوقتي، ام مين يا باشا؟ انت مش الام بمية في المية بس، بقى ام اللي في الادارة التانية دي المادة الحافظة. اكيد البقر ده مفروم من كل بقرة بنسبة 75% يبقى اكيد لسه ما خدوش مادة حافظة. البقر ده كله الام بتاعه زيرو كمادة حافظة. نكمل. Direct material added at the end. طبعا هنا direct material يقصد بيه المادة الحافظة. Beginning inventories الشغل ده اللي بايت على المفرمة كان مصروف عليه 16,000 transferred in. شايف كلمة transferred in؟ يبقى الشغل القديم جاي مدبوح ب 16,000. تعرف يعني ايه transferred in؟ ما هو الشغل في ايه بيخلص بيبقى اسمه transferred out، بيروح بيه بيبقى اسمه ايه؟ ترانسفيرد ان. فهو عايز يقول لك الشغل ده كان مصروف عليه في ايه؟ 16. وبعدين جالنا فرمنا فيه شويه، ها بكام؟ بيقول لك 20,000 كونفرجن، عملنا له ب 20,000 جنيه شويه سي سي. اكيد ما خدش ام، مش هيكمل قرايه. طبعا بصوا بيقول لك ايه؟ كان في شغل بايت على المفرمه، مفروم من كل بقره 75%. الشغل ده السنه اللي فاتت اتنقل لنا مصروف عليه في ايه؟ 16,000. فدي اسمها transferred in cost. خدناه فرمنا من كل بقرة 75% بتكلفة 20,000 جنيه والسنة خلصت. طبعا ما اديناهوش ام. كمل. Ending inventory المفرمة بقى السنة دي لما جالنا شغل جديد منكم وكملنا واشتغلنا في شغل وصلناه ل 25% كفرم. فرم. Additional information about the departments كالآتي. تعال نقرأ الفينيشنج. Beginning working process اللي كانوا بايتين على المفرمة برضو 20,000، ودي صدفة مش شرط يبقوا قد بعض. Units started هو مش هيقولها لك في الامتحان، من نفسك لازم تكتب 50. عارف ليه؟ لأن اللي completed في A لازم يبقى started في B، اللي خلص في A هو اللي بيبقى started في B. نكمل. Ending working process بعشرين. طب ما هو كده من غير ما يقول برضو completed هنا بخمسين. ليه؟ ما هو عشرين beginning وبعتنا لهم خمسين بقوا سبعين. يبقى المفروض الانبوت قد الاوتبوت. لما هو يقولك الاندنج اللي في المفرمة عشرين يبقى اللي بقوا برجر كام؟ خمسين. ما هو دول بيكملوا بعض. Material cost added صرفنا السنة دي مادة حافظة 28,000 جنيه. Labor و other conversion 40 و 24، يعني 64,000 سي سي. احنا قلنا ما بناخدهمش غير مع بعض. بصوا بقى الحتة اللي جاية دي. والترانسفيرد ان السنة دي لو انا هشتغلها فايفو 72,800. مين فاكرهم؟ ما احنا قلنا ان السنة دي فايفو بعتت 50,000 وحدة اللي هم completed، بعتتهم لمين؟ لبي. لما جينا حسبنا كوست الكومبليتد دول طلع مصروف عليهم كام؟ 72,800. يعني الوحدات اللي رايحة من LB السنة دي اللي هم 50,000 قطعة رايحين بترانسفيرد ان كوست 72,800. هي ده الرقم اللي احنا بنجيبه من هنا اللي هو في الويتد افريج كان طالع 75,000 تقريبا. طيب تعال بقى نسمي الله كده نجرب نعملها فينيشنج للفايفو. نعمل الإدارة التانية الفينيشنج نعملها فايف. ادي التقرير هيزيد عليه خانة اسمها ترانسفيرد ان. تاني هيزيد عليه خانة اسمها ايه؟ ترانسفيرد ان. يعني بقى عندك ماتيريال اللي هو المادة الحافظة، سي سي اللي هو الفرم، ترانسفيرد ان اتعمل لها ايه وهي في ايه؟ يعني ترانسفيرد ان دي تمثل اللي اتصرف عليها وهي فين؟ في ايه؟ ما هو transferred out في ايه اسمه هنا ايه؟ ان. يلا بينا بسم الله.
تعال نمسك المرحلة بي. هات يا عم السامري. سيبك بقى خلاص ايه كده في 60 ده هي الكاتنج. تعال نمسك الفينيشنج. بيجينينج وركينج بروسيس 20,000. ستارتد 50 كده كده لازم يبقوا كومبليتد في ايه؟ يبقى الانبوت 70. يبقى الاوتبوت 70. عايز تشتغلها فايفو قول لي A B C. هيبقى في كومبليتد من البيجينينج وكومبليتد من الستارتد واندينج. ده لو انت هتشتغلها ايه فايفو. الكومبليتد كله طبعا الاندينج ب 20 هو اللي قال. يبقى اللي خلصوا بقى برجر كلهم ب 50. ال 50 دول مين؟ نفس ما عملنا ال 20 القدام و 30 من الجداد. طبعا الارقام صدفه انها طالعه شبه الاداره الثانيه مش شرط. طب ما هو انا الاندينج هو مختلف. هو الكومبليتد كانوا 50 البيجينينج كده كده هم دول. لان انت بتقول انتوا مين يا 50 يا اللي بقيتوا برجر؟ هيقولوا لي احنا ال 20 القدام اللي كنا بايتين على المفرم و 30 من اللي تحول لك الجديد من ايه؟ طب فين بقيت اللي تحول لي من ايه؟ ما هو اللي فين؟ في الاندينج. خلاص بقى مش هنقعد نعيد 100 مره. تعالى هنا المربع ده اسمه equivalent units. طبعا انت هنا بتعمل equivalent units لثلاث حاجات. انت فايفو صح؟ يبقى انت تقول لي 1 2 3 اتعمل لهم ايه السنه دي؟ السنه دي السنه دي كفايفو. تعالى نمسك ال 20,000 بقره دول. دول اصلا مدبوحين من السنه اللي فاتت يبقى زيرو دبح. هل هم اتنقلوا من A ل B السنه دي؟ لا، ما نقولين السنه اللي فاتت يبقى زيرو نقل. على كلامه انه كان مدي 75% فرم لكل بقره. هو اللي قال انا كنت مدي كل واحده 75%. يبقى انا كملت لها ايه السنه دي؟ 25%. 25% في 20,000 يبقى كانهم 5,000. وطبعا هم كانوا كلهم working process فما كانوش واخدين ماده حفظ. فوانس ان انا كملتهم كلهم يبقى حديهم كلهم ماده حفظ. تاني عشان انت ضيعت اهو. كلمني على 20,000 بقره اللي بايتين على المفرمه من السنه اللي فاتت، قول لي اتذبحوا امتى؟ اكيد السنه اللي فاتت، يبقى زيرو ذبح السنه دي. طب انت السنه اللي فاتت كنت عامل فيهم ايه؟ كنت فارم من كل بقره 75% ومديهم زيرو مواد حافظه لان ما كنتش خلصته. اديهم 25% سي سي، يعني اكنهم 5,000. كده بقوا برجر صح؟ اه، رش عليهم كلهم ماده حافظه ال 20,000. لان ولا واحده منهم كانت واخده ماده حافظه السنه اللي فاتت، كده بقوا برجر. ال 30,000 الجداد اتذبحوا السنه دي، اتنقلوا لنا من ايه السنه دي؟ وفرمناهم واديناهم ماده حافظ. كده كده دول بيبقوا ب 100%. طب ال 20,000 اللي في الاندنج دول اتنقلوا لنا السنه دي فعلا، لان اللي اتنقل لنا السنه دي كترانسفيرد ان 50. على كلام المساله هو اللي قال وصلناهم 25%. 25% من 20,000 يعني كانهم 5,000. شايف الارقام شبه بعض ازاي؟ صدف غلسه. طب ممكن اسالك سؤال؟ انت ال 20,000 بقره دول خلصت 25% من كل بقره، يعني هم لسه وركينج بروسس صح؟ اه، يبقى لسه ما خدوش مواد حفظ. زيرو مواد حفظ. خلاص؟ يبقى الاندنج اتذبح السنه دي، اه لان هو اتنقل لنا السنه دي. خلصنا منه 25% فرم وطبعا لسه وركينج بروسس. الكومبليتد فروم ستارتد اتنقل السنه دي، اتفرم السنه دي، خد ماده حافظه السنه دي. الكومبليتد فروم بيجيننج ده كان مدبوح السنه اللي فاتت يبقى زيرو ذبح السنه دي. كملنا له ال 25% الباقيين على ال 75 وادينا له 100% ماده حافظه لانه كان واخد زيرو ماده حافظه. خلاص؟ جمع دول يطلعوا 50، جمع دول يطلعوا 40، جمع دول يطلعوا 50. هناخد الارقام دي ننقلها هنا في الايكويفالنت يونتس. خلاص بقى بقت محفوظه. خلاص؟ كوست السنه اللي فاتت على كلامه 16,000 ترانسفيرد ان و 20,000 سي سي، وطبعا ما فيش ماده حافظه للشغل القديم، يعني كلهم 36. السنه دي ماتيريال ب 28، كل الارقام دي جيفن، وسي سي ب 64
و72800 ترانسفيرد ان. عارف دول مين اللي خدناهم من ايه؟ ما احنا نقلنا من ايه لبي 50000 وحده، كوست كومبليتد في ايه كان 72800. دول مجموعهم يعني انا مقرب حوالي 167000، يعني مجموعهم 203. انا مقرب، ها مقرب، توتال هنا 203. خلاص فكك من السطر ده، لان احنا قلنا القديم هيخش مع القديم تحت. اقسم ماتيريال السنه دي على يونتس السنه دي، يطلع 0.56 سعر الماده الحافظه للعجل، 64000 على 40000، 1.6 سعر فرم العجل، 72800 على 50000، تقريبا 1.5 انا مقرب. يبقى انا هنا خلاص السنه اللي فاتت اكنها هتتدفن هنا مع الكومبليتد. يبقى فلوس السنه دي على اكويفالنت يونتس السنه دي، فلوس السنه دي على اكويفالنت يونتس السنه دي، فلوس السنه دي على اكويفالنت يونتس السنه دي. تعال نعمل اساين الكوست، الاندنج 0 في 0.560، 5000 في 1.6 8000، 20000 في 1.5 30000، اجمع دول يطلعوا 38. دول بتوع الاندنج، انا ضربت سطر الاندنج في الكوست بير يونت. يبقى ال 203 منهم 38 للاندنج، يبقى بقيتهم للكومبليتد 165000. طبعا انا علمتك كمان الكومبليتد ازاي، بس هو الدكتور بيعامل الكومبليتد بالكومبليمنتري كده. احنا عملناها بطريقة الفايفو الادارة التانية، تعال نعمل الادارة التانية بطريقة الويتد افريج. يلا بينا نعملها ويتد افريج. بيجينينج 20 ستارتد 50، يبقى الانبوت 70 يبقى الاوتبوت 70. الكمبليتد على بعض بخمسين والاندنج بعشرين، مش هفصل الكمبليتد. خلاص هعمل برواز هنا عشان اجيب الاكويفالنت ايه يونتس. الخمسين الف بص اتنقلوا واتفرموا وخدوا مادة حافظة. طب السنة اللي فاتت ولا السنة دي مالكش فيه. طب العشرين الف اتنقلوا فرمنا 25% منهم وما خدوش مادة حافظة، يبقى كل اللي احنا عملناه هي هي، بس الكومبليتد بقى حاجة شريط واحد 100%. اجمع دول 50، اجمع دول 55، اجمع دول 70، شدهم انقلهم تحت في الاكويفالنت يونتس. خلاص هنا بقى في التكاليف، السنة اللي فاتت كان عندي 20 و16 وماتيريال مفيش يعني 36، والسنه دي 28 ماتيريال و64 سي سي و75 ترانسفيرد ان. فاكرهم ولا لا؟ ما احنا عرفنا ان الخانه دي هي الكومبليتد فروم ايه. انا بقى هاخد لهم توتال عشان اقسم كل الفلوس مجموع السنتين على كل الشغل، كل الفلوس مجموع السنتين على كل الشغل. يبقى الويتد افريج بناخد المجموع، انما في الفايفو بناخد الكرنت يير بس لان بنستبعد اللاست يير. ده على ده يطلع تكلفه الماده الخام 0.56 اللي هي الماده الحافظه، ده على ده تكلفه الفارم 1.52 للقطعه 1.3. كده انا جبت تكلفه القطعه. ناخد سطر الاندنج نسعره 0 في 0.56 ب 0، 5000 في 1.52 6400، 20000 في 1.3 26، مجموع دول 32400. طبعا مجموع الكوست كلها 203. لما الاندنج ليه 32400 يبقى بقيت ال 203 بتوع مين؟ الكومبليتد. خلاصه الكلام في المربع ده بتاع وات هابند ان جنرال ولا وات هابند يسير، الباقي كله بترص التكاليف في الفايفو، ما بترصش بتوع السنه اللي فاتت. تقسم شغل السنه دي على فلوس السنه دي على شغل السنه دي. طب في الويتد افريج بتجمع الاثنين على بعض، وتحت تقوم جاي عامل ايه؟ واخد سطر الاندنج ضربه في الكوست بير يونت سعرت الاندنج. طب بقيه الفلوس بتاعت الكومبليتد. هو ده المنهج كله، هو ده المنهج كله.